كلنا أن يكون بيننا اليوم الكابتن واللاعب الدولي السابق لمنتخب العراق الدولي لكرة القدم في الستينات من القرن الماضي الكابتن هشام عطعجال. فأهلا وسهلا به اليوم بيننا شعلة لا تنطفي مع الكثيرين ممن يشاركوننا اليوم من جميع العراقيين المستقلين والمهتمين بالشأن الوطني العراقي، وبالتحديد أبناء جاليتنا العراقية الكريمة وبمختلف طوائفها وقومياتها الإثنية. إنما قمتم به أيها الكابتن من خطوات واثقة في تاريخكم الرياضي لهو مسؤولية عالية من أجل الحفاظ وإعلاء شأن الرياضة في عراقنا الحبيب. إن أخوتك العراقيين هنا وفي هذا المخترب الأمريكي يقدرون جهودك وعملك المثابر وتضحيتك لوطنك من أجل إعلاء شأن العراق، ونحن إن شاء الله هنا سنكون دائما نصيرا وظهيرا لكم من أجل أن ينتصر الحق على الباطل، إن الباطل كان زهوقا. تهنئة من الأعماق لجميع أعضاء جمعية المغتربين العراقيين في ميشيغان بالموقع الجديد. عاش عراقنا وعاش شعبه، هذا الشعب الصابر والقادر. ويكون تجمعنا هذا حافزا للجميع، فلدينا هنا اليوم رغبة جامحة للاعتذار من جميع مثقفينا ورياضيين وفنانين الكبار، والذين بالحقيقة رفعوا اسم العراق عاليا، ونقبل أياديهم ورؤوسهم. تحية إجلال وإكبار لكل رياضي العراق أينما كانوا، فأنتم كنتم دوما خير سفير للعراق أينما حللتم. هذا هو رجاؤنا العميق اليوم، وهو رجاء إن شاء الله لن يخيب بفضل همتكم وعزمكم وإرادتكم. تلكم هي الرسالة التي نريد أن نخطها لكم نحن المغتربين هنا، وأنتم إن شاء الله من يتوجها وعلى أهداب العيون يحملها. فمرحبا بكم مرة أخرى وعلى الرحب والسعة أيها الكابتن، وإلى السلام جميعنا ندعو. سلام العدل والعدالة، سلام الحق والحقيقة، وسلام الكرامة قبل وبعد، وشكرا مكررا لحضوركم جميعا. تفضل الكابتن. أعتقد خلي الكابتن قبل نسوي لقاء رياضي، خلي عنده أي كلمة يقول الجمعية النار واحد جمعية جميع العراقيين في الميل على الموسيقى. هذا الكابتن. سيداتي سادتي الحضور الكرام، أسعدتم مساء. يشرفني ويسعدني اليوم أن أكون بينكم وبين أهلي وأخواني وأصدقائي في مدينة ميشيغان أو في ولاية ميشيغان الأمريكية. سعيد كل السعادة أنه ألتقي بكم وأتعرف على قسم من الأخوان اللي ما صار فرصة ألتقي في يوم من الأيام وياهم. فأنا يعني ما أرد يعني قد ما أقول وأحكي وأتكلم ما أتصور أقدر يعني أشرح لكم إيش قد أنا سعيد لما أشوفكم وألتقي بكم، لأنه أنتم تمثلون العراق هنايا، وأنتم تمثلون ذروة
يعني النخوة العراقية اللي عرفناها احنا في حياتنا. فأهلا وسهلا بكم، فأهلا وسهلا بكم، وشرفتوني لأنه بهذا الكلام اللي الأخ طرق له. وأنا ما قدمت للعراق بقدر ما قدموه إخواني الآخرين، يعني أكو ناس كثيرين قدموا يمكن أكثر من عندي، والمسيرة بالنسبة لهم يعني مستمرة. فأتمنى الله من الله سبحانه وتعالى أن يعيد النصاب إلى شكل الطبيعي، ونرجع نخدم بلدنا إن شاء الله، بحيث نرفع رؤوسنا قدام الناس كلها إن شاء الله. طبعا شكرا للكابتن لواء طيار وشام عطاياج على هاي الكلمة الحلوة، وباسم جمعية نصيب العراقيين رحب أيضا بالكابتن وشام عطاياج. وعندي كم سؤال ما تحرجك، بس أسئلة بسيطة حتكون كابتن هشام. أول شيء، شنو أسباب مجيئك إلى الولايات المتحدة الأمريكية وولاية ميشيغان بصورة خاصة وزيارة عامة؟ أخ نظير، أنا هاي مو أول مرة أجي لميشيغان، هذه المرة الرابعة يمكن أنا أجي لميشيغان. وكان يشرفني أنه في الأيام أقول في المرات السابقة كنت أجي ويا أخويا صديقي العزيز أستاذ مويد البدري. هذه أنا يعني هي أول مرة أجي بوحدي يعني الحقيقة. فجيت إلى ميشيغان بدعوة كريمة من النادي الكلداني العراقي الأمريكي، ومن المتكلم الأستاذ نظير موقع للكتاب، لألتقي بإخواني يعني دائما الموجودين في ميشيغان. وإن كان يعني اليوم أنا سعيد لأنه أتعرف على قسم من الأخوات والإخوان اللي ما شايفهم أنا سابقا. فلبيت طلب النادي الحمد لله والشكر، وطلبوا مني بنفس الوقت أن أزودهم بكتاب الأستاذ مؤيد البدري اللي هو انكتب قبل حوالي 8 أشهر، وهذا الكتاب الأخ يشوفه وزعناه مع الأسف البارحة، يعني لأن كانت عندنا ندوة أول البارحة ندوة وزعناه، ولو كنت أعرف أنه العدد يزيد كان جبت، يعني جبنا 75. فالنادي الكلداني وجه لي الدعوة وأنا لبيتها، مشكور أصلاً لهم يعني سعيد لأنهم وجهوا لي الدعوة حتى ألتقي بكم، وحتى أقدر أتكلم عن كتاب الأستاذ مؤيد البدري، شلون صارت الظروف اللي هيئناها لطبع الكتاب، وشنو كان تأثيره يعني بالشارع. تعرفون أنتم مؤيد البدري صوته يكفي أنه نقول يعني أجج الشعور الوطني، أجج الشعور القومي، أجج الشعور حتى الحس الوطني كله، من كان يصيح الله 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 هذا العراق، هذا العراق العظيم. يعني هذه كلام مالته مال مؤيد البدري، بس بعدين الدولة أخذتها وسوت العراق العظيم. إن شاء الله يصير عظيم بيكم إن شاء الله. تم عقد ندوة رياضية، يعني الكتاب اللي صدر الأستاذ مؤيد البدري، نرجو أن تعطينا نبذة عن أهمية الكتاب. شفت أنت بين الجالية وبين الزملاء الأستاذ البدري ومحبي البدري وعن المؤلف هشام السلمان. لا بس يعني هو هذا الكتاب الحقيقة، هذا الكتاب، وإحنا جبنا من عنده 60 كتاب، وإن شاء الله أدز الأخونا، أنا أسميه الأستاذ الفاضل يعني نظير، نظير يعني. فالحقيقة الباحث المؤلف اللي هو هشام السلمان اتصل بي وأنا بقطر جنت، وطلب من عندي أنه أعطي بعض الفكرة عن صدور كتاب عن الأستاذ مؤيد البدري. تعرفون أنا قد ما تكون علاقتي بمؤيد يعني تبقى أكو لها فد نوع من درجة من الحدود، وإن كان أنا صديقي عائليا وصديقي شخصيا منذ 53 سنة، يعني مو تقول اليوم البارحة. فقلت له اعطيني شوف انت اللي تريده شنو، فاعطاني بعض النقاط كتبتها اني
ورحت على سعد مؤيد، مع الأسف يعني كان أخوي أبو زيدون كان مريض وما يقدر، يعني تعرفون أنتوا شلل في رجله وفي إيده وفي لسانه، يعني ما يتكلم ولا يمشي ولا هذا، فقعدت يم راسه، وهو بس عنده ذاكرة أحسن من عندي، يعني ذاكرته أبدا يعني ما صار به أي شيء يعني يتذكر كل شيء. فقرأت له قلت له هذا الباحث يقول هيجي ويجي ويجي، قال يعني شو يسوي هو، يعني كان أفضل لو كان هو الله سبحانه وتعالى ما مرضه كان هو كتب مذكراته وكانت أحلى يعني، وإحنا كأصدقاء ومعارفه والأساتذة اللي أيضا هم دربوه وعلموه أيضا نكتب عليه بعدين، بس مع الأسف طلع الكتاب يعني كتاب المؤلف يعني مو كتاب مؤيد البدري، بس الحقيقة يعني شامل كثير من الفترة التاريخية لحياة مؤيد البدري، من أصدقائه من أساتذته من بعض الحوادث اللي الناس كلها تعرفها. فقبل علي، لأن قلت لكم يعني أنه ما يقدر هو يتكلم أو يحكي كذا، ردنا ولو نسجله بالريكورد ما قدرنا يعني، ما يعني نطق إطلاقا ما يحكي ولا كلمة يعني، أي والله حيف عليه. على كل حال أنا مو قرأ بس كل فقرة من فقراتين ودي لهي نقرأ لهي. وللأمانة يعني أخبركم أنه أم زيدون اللي هي زوجته هي يعني كانت تقرأ وتتابع، ونوبات تقول هذا أريده هذا ما أريده، وتقول له يعني هو يسمع يعني يسمع كل زين، وهذا ومن ما يريد يشيل إيده يعني حتى نعرف يعني ما يريده. فدزليها على شكل يعني مراحل، هو كل مرحلة احنا نقراها وندزلها ونقول له اوكي هذا، الى ان صدر الكتاب الحقيقة، وهذا فكتاب حلو يعني. واحنا بلا شيء احنا نحب المؤيد البدري، انه طلع الكتاب اسمه انه بنحبه بعد اكثر، وكتبوا عليه كل أصدقائه كتبوا عليه أنه يعني شنو كان بالنسبة مؤيد البدري شو يعني لهم، ومن ضمنهم أني يعني، وأكو أساتذة دكاترة ويعني رياضيين بالعراق كثيرين كتبوا عليه على الأستاذ مؤيد. وأني أنا أتصور يعني أنا هذا رأيي الخاص يعني جزء ما حد يوافقني به، إيش تكتب أنت على مؤيد البدري سواء كلمات أو جمل أو سطور أو كتاب، لا يمكن أن تعطيه يعني قدره الكامل والشيء اللي أعطاه، ولهذا يعني حصل على محبة كل الشعب العراقي، كل الشعب العراقي يحبه يعني وين ما يروح أبو زيدون أبو زيدون أبو زيدون. وأعتقد أنه أني برأيي يعني الخاص أنه محبة الناس هاي ثروة ما بعدها ثروة، الصور يعني أنا هذا رأيي. فالمبادرة جتي من الأخوان النادي الكلداني، وجيت وقال لي سوينا النوبة هسه، الأخوان أيضا هم يتذكرونا، وهسه خابروني هسه من فرجينيا يريدون المحاضرة ويريدون محاضرة في واشنطن، فكلها سبب نظير يعني. الأستاذ مؤيد البدري طبعا ما ينسى، وأنا طالع ويا بالبرامج هواي ماله، لكن في الأونة الأخيرة قريت كلمة اسماء رواد الحركة الرياضية، ما شفت اسمه، شنو هذا التعليق يعني، شنو من المسؤول عن الحكومة السياسيين الرياضيين في العراق يعني انت عرفتها شفتها قريتها علقت عليها اعتقد في بحدة جملة. الحقيقة انبثقت لجنة من وزارة الشباب ومن اللجنة الأولمبية تناقش كيف تستطيع أن تقدم المساعدة للرياضيين القدماء، وتعرفون الرياضيين القدماء كانوا أكثرهم ناس يعني مستواهم الاجتماعي ووضعهم الاقتصادي كان ضعيف كذا، ف
يحتاجون مساعدة، بس يتمرض خطية يموت، لأن لا يقي مساعدة لا 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 من وزارة الشباب ولا من اللجنة ولا من كل المكانات، ما يلقي. فتأسست يسموها لجنة لدراسة من هو يستحق كلمة الرائد ومن هو الذي يستحق كلمة البطل. فلما سووها لهذا كتبوا ودزوا استمارات وهذا، حقيقة أنا وياه ما قدمنا، لأنه يقول أنا يعني مو مال يعرفوني كمؤيد البدري إلا باستمارة أقدمها حتى يعرفون من هو مؤيد البدري، يعني من وزير وهذا يمكن الوزير بعد بطنه هو مؤيد يشتغل بالرياضة. فما قدم هو الحقيقة، بس بعدين أنا طلبت من عنده أنه يعني يسويها. هو هذا مو فضل منهم، وإنما هذا تاريخ، يعني أنت تستحقه وتستحق أكثر من هذا. سوى دزيناها، طلعت الأسماء، مؤيد لا بالأبطال ولا بالرائد. أنا خابرتهم قلت لهم يا أبا وين اسم، نعم ضاع يمكن ضاع. فقلت لهم يا أبا يعني أستاذ مؤيد وينه يعني. والله تعرفين أحسن. الله يخليكم، الله يخليكم، سوي عمركم إن شاء الله. أي فالحقيقة يا أبا شنو، والله ما تنطبق كلمة الرائد على مؤيد البدري. قلت له لا أدعلي ما تنطبق على هشام عطا عجاج ضرب لشوتين طوبة الطورة كلمة رائد، يعني ما يجوز يعني. فكتبت بالجرائد، يعني كتبت بالمدى وبالمال أولمبية وبالمال اتحاد كرة القدم ما شنو هذا. قلت يظهر اللجنة اللي خلوها من الناس اللي وضعوا النقاط والحروف والكذا والضوابط حتى يقولون هذا رائد وهذا بطل، يظهر ما يفتهمون اللغة العربية، ما يعرفون شنو كلمة الرائد وشنو كلمة البطل. فلهذا يعني قالوا أنه مؤيد البدري ما يستحق الرائد. وكتبت يعني مرت الأخوة وجهت رسالة للوزير وهذا، يظهر يعني لا هو خطير رجل حياته ما إخواني الأعزاء، يعني مؤيد البدري عمره ما تكلم بالسياسة، كان محبوب شخصية محبوبة رياضية تحبها كل الطوائف السياسية والكردي والعربي والتركماني والمسيحي والمسلم كلهم يحبونه، لأن هو الحقيقة كان يتكلم رياضة ما يتكلم، ويتكلم نتائج فريق ولعب فريق وكذا. يعني أنا كنت نائب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، يعني من كان تصير عندي فد نقاط يعني ما أريد نشرحها شعبنا، نقول لهم يا ترى هيجي وهيجي الحكم مو زين، إحنا كذا أريد نوبات أريد إحنا نطلع منها. أقول له أبو زيدون تعال اطلع بالتلفزيون واحكي لنا على هالقضية بالنقطة الفلانية، وهو يزيد عليها أكثر مني بعشرين قط حتى والشعب كله يرضى بكلامه، بس يمكن لو أنا أطلع ما يرضى بكلامي، بس هو لا كلامه مؤثر، ومن يحكي نقول كلامه در يعني ذهب. فأستاذ مؤيد البدري، فيا هذا الرائد هذا الكبير هذا شنو ما تعتبره، شنو تفسيركم وشنو شرحكم لكلمة الرائد؟ ما حد جاوبني، ما حد جاوبني، ولا قلت لهم يا بطلعوا هذا. أنا طلعت كلمة الرائد شنو، رائد يقول لك إنسان رياضي اعتزل الرياضة واستمر في إعطاء للرياضة كإداري وكقائد وكذا، وبعدين يعني سوى تلاميذ وياه وبدأ يربيهم تربية إلى أن سواهم ذاك الوقت من يتنحى هو عن الواجب مالته أو العمل مالته، يجون الرواد الأقل من عنده يسوي وهكذا تستمر الحركة بهذه الوضع. ولحد الآن يسمع حسكم أبدا مؤيد البدري ما أتكرم ولا ما عدا للأمانة، حتى يكونون يعني إحنا من نتكلم بدقة، أنه وزير الشباب دزل فلوس البطائق مال السفر مالته من قطر إلى أمريكا، يعني الأمريكا أريزونا. كابتن
الاتحاد الدولي والآسيوي اعتبره مؤيد رائد، وحكيت يا أنت بين موجود اسمه في لائحة الاتحاد الدولي الفيفا، تقدر تطلع للمشاهد عند الجمهور. احنا ترشحنا من الفرق الآسيوية العراق، أنه 6 فرق نلعب في قطر حتى يطلعون من عندنا 3 يروحون يلعبون بكأس العالم. فرحنا أنا أستاذ مؤيد، أنا رحت رئيس اتحاد كرة القدم وكان هو عضو الاتحاد الدولي لكرة القدم. فأنا دخلت هاي بزيورخ يعني بسويسرا، فأول ما شافني شافني بفلاتر، قال لي مستر أجاج فولو مي، قلت له أوكي ما أدري وين جاي يوديني. فأخذني وطلعني برا ووقفني قدام البناية مكتوبة أسماء، قال لي اقرأ اقرأ مستر أجاج. قلت له قرأت، آخر واحد أخونا أبو زيدون اسمه بآخر شيء الأعضاء أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد الدولي لكرة القدم موجود اسمه. قال هذا احنا بنينا هذا الموقع الرياضي اللي العالم كله يشتغل إليه، فمؤيد البدري واحد من عندنا. وطلب من عندي قال لي بليز مستر أجاد تيل يور بريزيدنت وي ار فيري يعني ساتيسفاي انترستينج وذ يور فريند مستر البدري، دير بالكم عليه واهتموا به. قلت له يابا هو اخونا وانا ما اقدر احكي يعودني لي. اي ف يعني مو بس يعني مو احنا يعني احنا اللي هذا، وانما هذا الرجل نال ثقة الناس اللي هم مو اريد اقول اكبر منه بس الكبر بس الله سبحانه وتعالى، لكنه يعني عطاء. وهذا الاتحاد الاسيوي الاتحاد الدولي اللجنة الأولمبية يعني كلهم يعترفون، والاخوان الابطال في لجنه ما يقيمون المؤيد البدري ولحد الان يسمح لي. لكن اليوم انا اقرا يقولون راح يسوي للبرلمان يطوه كذا وما شنو، حرام يسمع حسكم كل شيء ماكو. هذا مؤيد البدري ورا ما مات؟ لا هسه انا احكي لك فشي يعني مو بس تتألمين تتألمين احكي لك فشي شغله. مو عندهم فلوس. بس هذه هم حلوة التفاؤل يعني حلو يعني التفاؤل حلو يعني إيه يعني كابتن طبعا الوقت الحاضر بعد 2003 بعد الاحتلال انخفض كل شيء الرياضة بصورة عامة، تقول لي شنو أسباب يعني انخفاضها؟ نعم واحد منها انت هنا قاعد موجود بالعراق، وهي احد اسباب علماء الرياضه مالنا مو بالوطن، شنو هي اسبابها وشنو نقدر نقدمها لهم بحيث تقدم الرياضه مره اللوخ الى تاريخ القديم؟ لا هي مو لا هي هذه تركيا. احنا من نتكلم على المستوى الرياضي نتكلم كانما الامن ثابت لكل هذا، نتكلم اكو يعني فد برنسبل وفندمنتال شيء لازم يتوفر. يعني مثلا كليه الهندسه ماكو مهندسين،
ماكو كلية طبية، ماكو أطباء. فأنا الرياضيين يجب أن أكو فد متطلبات رئيسية حتى تتطور الرياضة. أما إذا هاي ما موجودة معناتها ما تتطور. أهمها هي البنية التحتية. يعني أنا مثلا ما عندي ملعب كرة القدم، أو ما عندي مسبح، أو ما عندي فصالة مال رياضية، أو ما أدري زين هذول وين يلعبون، وين يصارعون، وين يجي المدرب يطورهم. فالبنية التحتية عندنا من زمان، يعني مو هسه، بس هسه صارت أردع، بعد أردع يعني صارت، لأنه ماكو عناية بالملعب. سووا لهم ملعب بالبصرة وهمين صارت الصيحة عليه، وبكربلاء همين سووا بعدين ما عندهم استراتيجية على البنية التحتية. يعني أنا من أفكر أسوي ملعب الشعب الآن يلزم 45 ستاندر، يعني 60 سنتيم اللي هو مقعد الإنسان الاعتيادي 60، فهو يلزم 45 ألف. زين أنت تشوف ملعب الشعب قاعد ينترس وينزلون قسم، مرة بلعبتنا ويا إيران نزلوا بالخندق دار مدار، أكو خندق ملعب شعب بس رسم طالعة وديباعون. أما هاي اللعبة المهزلة اللي صارت ذاك اليوم، الزوراء والقوة الجوية قعدوا على الخط، هذا يظهر حتى الاتحاد. يعني احنا مرة يعني نقمز، لا لا على خط الساحة، على خط الساحة، يعني على خط الساحة هذا جوي دخلوا. وين اكو شيء بالعالم يسمحون اتحاد دولي هذا؟ فبنية تحتية احنا ما عندنا، ولا تطورت بالعكس، وانما راحت. لانه مع الاسف الناس اللي يشتغلون بالرياضة جوي ما عندهم ذاك الفكر اللي تقدمي، الفكر اللي يعني النموذجي، الفكر الواسع، بحيث يقدرون يطورون هذه الملاعب. هذه وحده، هذه اكيد. يعني ماكو مدارس، يعني ماكو طلاب، ماكو ثقافه. بعدين مقابلها يجب ان يكون جمهور، يعني تفتحين 20 كلية، لكن إذا ماكو طلاب يداومون شنو قاعدين الأساتذة ينتظرون الهواء حتى يشتموه؟ فإحنا لا، أنا أقول ليش متطلبات تطوير الحركة الرياضية، شنو متطلبات، شنو لا شوف الجمهور. لا أنا إذا أتكلم يعني إذا البنية التحتية صارت، غير عندك أنت ناس اللاعبين يروحون يزاولون لعبهم في الساحات. زين إذا الملعب هو مو نظامي، يعني أنا أعيش هسه بقطر، الاتحاد الدولي جادة يفحص الملعب مالنا، زين والملاعب في قطر يعني تحفة، بس أنا أقول لك الكاباسيتي ماله، يعني شنو بالكاباسيتي الجمهور، يعني سعة هذا ما يتجاوز 15، هم يريدون بال 45 ألف ويريدون 85. فإحنا ما عندنا كلها، أكبر شيء هذا 45 يعني مشاهد في ملعب الشعب، والباقي كله ملاعب يعني تكاد تكون يعني ما أرد شوية تلفظ مو حلو يعني. ها يا علوة متخلفة، من متخلفة شوية أحسن يعني يجوز. إيه فهذه الشرط الثاني. بعدين يجب أنه أنا ألقي مدرسة وألقي ألقي طلاب، يعني أقول عفو بنية تحتية. بعدين لازم ألقي ناس مدرسين يدرسون الطلاب، مو صحيح؟ فإذا يجب أنه أنا ألقي ناس مدربين على مستوى يعني جيد يدربون الفن الجديد الآن اللي نشوفه بالرياضة بمختلف أنواعه، سواء كان سلة وطائرة وكرة يد مصارعة كلها، ومن ضمنها كرة القدم. ما أكو يعني متطور. ذاك اليوم دحشي ويا الأخ شو اسمه ممتاز، قلت له ممتاز أسألك سؤال، أنت يعني شوية تفتهم وهذا. قلت له إذا أني سنة 60 ما أخذ شهادة ما تدريب،
يصير أنا هسه لي هسه أنا مدرب لا دورة رايحين لا عندنا مكتبة فنية باللجنة الأولمبية. يعني من جملة الأشياء طلبناها الله يرحمه يعني أخافه واحد يكرهه الشيخ فهد جاء عندنا بالعراق قبل ما تصير مال يعني 90 ومال الكويت جاء فأني ودكتور باسل عبد المهدي يمكن تعرفونه أخو عادل عبد المهدي فقلنا له شيخ أنت ما سويت لنا كل شيء فنريد منك يا شو تريدون قلنا له أريد مكتبة فنية يجي علق المدرب رئيس النادي كذا يتصفح العلم الرياضي وين وصل لأنه إحنا بدون القراءة نبقى متخلفين يعني نظل لورا نمشي يعني فلهذا يعني يجي هسه نجيب مثل يمكن كل الاخوان يعرفوه انتم يمكن مع اخواتي يعني ما مو هالقد مثلا ناظم شاكر ما اخذ يعني الشهاده مال التدريب صار له 30 سنه زين ليه هسه يدرب زين دزوا يعني دورات كذا ولو تطويريه لمده 6 شهور ادز المانيا ادز البرازيل ادز انجلترا يعني احنا عدنا عند رجال رجله وجعته كنا احنا بالاتحاد زين دزينا والله ما يطيب رجله الا يروح لانجلترا يتدرب ويا المدرب مال تشيلسي يلا يطيب ودزينا عمو بابا الله يرحمه ويرحم مثواه ان شاء الله زين الا يروح لاسبانيا ويلعب ويا فلان وندزه يعني فاحنا مو احنا اصحاب العلم الناس ده ناخذه هسه المهندسين من يريدون ياخذون الشهاده العليا وين يروحون للصومال ويروحون لالمانيا ويروحون لانجلترا ويروحون لامريكا ويروحون وهذا كذا حتى ياخذ احنا همنا هذول مدربين والمدربين دي يعلمون الناس شيء علمي يعني ما تركض اذا ما تسوي وورمينج اب ما تسوي شوت اذا ما هذا لا تشرب مي بارد احنا كنا نكرعب المي البارد من نجي بالهاف تايم وهذا انقص شيء للاعب ان يشرب هو يعني حار جسمه كلش فاي يعني معناته هذا احنا قليلين الثقافه بالمساله الرياضيه والدليل ما عندنا مكتبه اطلاقا لا باللجنه ولا بالاتحاد ولا يمكن الارشيف ما أنا إيش أقول يمكن والله ما أستحي شوي نوبات تعذروني يعني أنا مرة رحت للسعودية هاي تحكي لكم يمكن 87 هيك رحت للسعودية خشيت الاتحاد كان الأمير فيصل الله يرحمه توفى فقلت له ممكن أريد أشوف الاتحاد قال لي تفضل فنزلت من هذول السعودية اللي كنا نغلبهم 10 ومو احنا نلعب مش ان احنا اللاعبين الاوائل نلعب وانما كنا نجيب لاعبين الخط الثاني نلعبهم نغلبهم 10 يعني البحرين 10 يعني هذا فنزلت الى البيزمنت شفت في شكل مكتبه يعني فثلاث مرات بقدي هذا كلها افلام كتب مجلات دراسات كلها كل شيء نوعه هذا المدرب من يجي يلعب ويا العراق يطلع اخر لعبه للعراق وين لعبها مثلا هسه راح نلعب ويا استراليا مو تمام هسه مال تصفيات كاس العالم ويا استراليا راسا يجر اخر لعبه مال استراليا ويا من لعبها يمكن لعب ويا تايلاند يطلعه يشوف الفريق شلون العاب الاسترالي كذا يستفاد منها المدرب حتى يخلي الخطة مالته ويلعب بموجبها احنا كل شيء ما عندنا قلت لكم شيخ فهد الله يرحمه من جال بغداد قلنا له أنا وهذا قلنا له أريد قال أوكي قال المكتبة والكتب كلها على حسابنا على كان هو كان رئيس المجلس الأوروبي الآسيوي كان الله يرحمه فقال ما يخالف عن المجلس الأوروبي الآسيوي أجيب لكم إياها ونسوي مكتبة يعني مكتبة يعني مو تعرفين واحد من يتعلم برا ويشوف المكتبات يقوم يتمنى يصير فإحنا من طلبنا البعيد الاستراتيجية البعيدة
بالنسبة لنا شلون يصير المكتبة وشلون القراء وشلون يستأجرون يعني الكتب يروحون يقروا. أين المكتبة الوطنية اللي كانت عندنا يروح يكتب اسمه كذا وما شنو عنوانه ويأخذها؟ ما عندنا أي أشياء. هذه الأخرى تجهيزات يا بد اشتروا لهم تجهيزات، اشتروا لهم تجهيزات كذا. والله ها تروح عليه من الروح خبر. أنا كان عندي أصدقاء ويعني وغيري خبرهم بالخليج الريد 34 تكت والريد 36 تراك سود والريد كذا والريد كذا. الناس يعني يحبونه كانوا فيطونه هذا يعني واحد يحكي لله والناس غايبين. يعني أنا صادقت شيخ خليفة بن حمد اللي ماخذ بيت أمير قطر يعني كله أنا خابره شيخ الله خليك راح يطلع الفريق مالنا يروح لفلان مكان رأسا 36 بطاقة 36 تراك سود كذا يدزلنا. فإحنا ما عدنا. أنا كنت رئيس اتحاد بالسنة 1980 وللأمانة أحد الإخوان يعني إذا تخلي يطلعوني الأرشيف مال الاتحاد إذا أكو أرشيف يعني كلها أكلت شرب حجاكم يعني. فكتبت قلت يجب أن يكون عندنا معمل بالشمال ومعمل بالجنوب ومعمل بالوسط. ودزيت إذا أحد من الإخوان يعرفون شوقي عبود، تعرفون شوقي عبود، دزيته إلى ألمانيا. قلت له هو أعلى مني، هو أستاذي، هو مدربي، وأني هو اشتغل عندي أمين عام، أقول أمين سر مال الاتحاد. أنا عمري ما طلعت الغرفة قبله هيك احترمه يعني. فراح الألمانية على أساس أنه بوما وأديداس تجي تسوي عندنا معامل وحتى تجي لنا هذا، والزايد نصدره للخليج. يعني الخليج كان كله يعتمد بوما وأديداس وهذا. فإحنا ما عندنا. يذكرون عبالك شون يقعد ينام ويقعد يتذكر أكو فريق يريد يروح وعنده تجهيزات وهذا. فالتجهيزات أيضا ما عندنا إطلاقا. يعني هاي صارت البنية التحتية زائدا اللاعبين زائدا اللاعبين زين اللاعبين الآن. يعني أنا ذاك اليوم أسمع شيء والله العظيم يعني مثل ما نقول يدميني. شون يصير واحد لاعب تو جاي للمنتخب زين يحكي على زميله بالفريق هذا يجي وهذا كذا ما شنو هافلة زين هذا شون راح يصير؟ نسميه إحنا بالإنجليزي تيم وورك يعني شلون. ويطلع بالفضائيات ومكيف الفضائية العراقية أن تطلع اثنين هذا يحكي وهذا يحكي واحد علاق زين بعدين يطبقون اثنيناتهم على المدرب مالهم بعدين يطبقون كلهم يحكون على الاتحاد زين. هذه يعني القافلة يقول لك لها قائد واحد زين أنت إذا تنتقدني لي أنا رئيسك وأني أنا المدرس مالتك زين أنت شنو تحكي على اللاعب زين. هذه هذا قادة رياضيين الآن ما عدنا إطلاقا. لا أحد يقول واحد أو اثنين أو ثلاثة إطلاقا من فوق من القمة إلى أقل مركز ما عدنا إطلاقا. يعني اتحاد كرة القدم يعني مع الأسف أقول يعني مع الأسف يمكن الأخوات من لبنان مو والله يضحكون علينا يعني صف ثالث متوسط صف ثالث متوسط ما عنده زين. أنا شلون باكر عقب باكر يجيني الأجندة مال الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي أقرأها وترجمها زين وأعطيها للاتحاد حتى نصدر بها قرارات، أو أنا أحضر الاتحاد الدولي وأحكي بالاتحاد الدولي على قضية تهمني إذا أنا ما أعرف إنجليزي شلون؟ وصف ثالث متوسط زين هذا شو وقت عنده صارت إدارة وبعدين الإدارة يصورون ياهو اللي يجي يصور الرياضة طوبة وضربها بشوت وهذه هي الرياضة هذه هي الرياضة يعني ما يفتهم إلا هذا. الآن الرياضة للجميع الآن أصبحت علم يعني الدكاترة إذا أكو واحد من إخواننا يقول لك العقل السليم في الجسم السليم يعني. فإحنا ماكو رياضة للجميع يعني إحنا هسه صارت بعد ماكو الشايب يركض والمرة تركض وكذا وتروح تتدرب ويسووا لهم مسير للبايسيكل للرياضة بالشوارع
يخلي لهم المجالات اللي يركضون عليها ورد وما ادري شنو حتى يتونسون يركضون. هاي يسموها رياضه للجميع. زين احنا كل شيء ما عندنا، كل شيء ما عندنا. هذا كره القدم النادي الفلاني الزوراء وقوه جويه والشرطه والطلبه والميناء، بعدين صار النجف وصار اربيل يعني وصار. بس ما عندنا يعني ما عندنا اطلاقا يعني ناس اذكياء، ناس علميين، وعندنا ما شاء الله دكاتره، عندنا دكاتره يملكون من يعني العلم والفهم وهذا، لكن ما يعطوهم مجال. وهذا حاله مو هي حاله بس بالرياضه، وانما هي حاله عامه يعني. هذه الاشياء كلها إضافة اللي الأخت اللي ذكرته، يعني أنت شلون تلعب؟ تلعب وبابل دي يلعبون صغار هل قداتهم 12 سنة و 11 سنة، يجي واحد يفجر نفسه بيناتهم ويقتل كل اللاعبين. هم بلش جايين خطية حفاي ودي يلعبون على أرض ترابية، جاي خش بيناتهم، يعني هو قاتل جيفارو مثل ما يقولون، الله يرحمه جيفارو. تريد احكي لك صدق لو تحكي لك صدق؟ اخوان انا قلت لكم، قلت كل المسؤولين يصورون الرياضه هي طوبه تضربها لو بكره اليد تشمرها بيدك لو بساحه، هاي يفهموها الرياضه، ما يفهموها فتفسلجه الجسم وتنظيم دقات القلب والكذا وهاي الشغله كلها هذه ما يفكرون بها، لان اولا كلهم ما عندهم شهادة إطلاقاً. هاي واحدة. والأهم من كلها ومن ضمنهم حسين سعيد، ومن ضمنهم حسين سعيد. حسين سعيد جاء ويانا يعني آخر شيء بالتسعة أقول بالألف تسعمائة وتسعة وتسعين اشتغل أمين عام، وتسعين بالمئة من وجوده بالاتحاد كله سفر، كله سفر كله. فالإدارة، الإدارة فن، فن وتطوير وإبداع، هاي كلها في موضوع الإدارة. زين أنا إذا مو إدارة شو عرفني هذا شلون أسوي؟ دوري ما يعرفون يسوون، يسألوني أنا بخطرهم يسألونه أبو رغد الله يخليك ما تقول لي إن الدوري بالعراق شلون يصير أكثر 20 18 22. تصور بعد سنة 1952 الاتحاد مالنا العراقي لكرة القدم صار قبل اللجنة الأولمبية. زين ليه هسه يسألني كم فريق يلعب؟ انجلترا صار 66 سنة تركض بهذا، هاي 20 فريق. هاي هذا الزمن المحدد اللي هذا احنا عندنا لا حزيران ولا تموز ولا اب نقدر نلعب به لان حاره الدنيا، وبعدين ما عندنا يعني ملاعب مغلقه ولا كذا مبرده ولا 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 كل هذا. فانت طير ثلاث اشهر نظم لعبك على تسعة اشهر، ومن ضمنها الكلودينج يصير بطوله الدوري وبطوله الكاس وبطوله الانديه الاسيويه وبطوله اسيا وتصفيات كاس العالم. زين اللاعب يعني فما اكو اداره مضبوطه. احنا سويناها بوقتها الاستاذ يعني كان ويانا الاستاذ مؤيد وثامر محسن، واحنا قاعدين نسوي بالاسبوع لعبه مثل حالنا حال هذا. اذا جتي لعبه ثانيه ندخلها بالاسبوع يعني يوم الثلاثاء حتى لا تاثر على الفريق، يعني يلعب يصير عليه لود ويصير عنده تمزق ويصير عنده هذا. فلهذا انا ما احكي على حسين، تجربته ايضا هم قليله. احمد راضي شنو يعني لاعب جيد وكل الزين والناس تحبه ومحبوب بين هذا، مثل حسين، حسين هم محبوب وعمره كل الصغير ولعب بالاتحاد يعني اقول بالسوري بالمنتخب يعني، ولعبه وخدمه
خدمه وجابوا نتائج جيده كذا، بس اداره صعبه. انت مو تفرخ، لازم تقول هذا كل زين. اكو وايد مهندسين يتخرجون، مع احترامي للمهندسين الاخوان الموجودين اذا اكو، او اطباء ما يقدر يصير مدير مستشفى ولا يقدر يصير المهندس مدير مشروع، لان اداره ما عنده اداره، ما يقدر. فاحنا الان مو بس يعني جهله اللي يقودون الرياضه، وانما حتى ما عندهم قابليه يديرون هاي الماكينه الرياضيه. فلهذا تلقيه يضاربون بيناتهم، يحشون واحد على الاخ، كلهم طلعوا حراميه، طلعهم هذا يقول فلان شيء وهذا يقول فلان شيء. يعني بس لا سادي، مو اني اسد احكيها، مو اكو سؤال يعني. هذه كابتن هشام طرحت نقطه جيده جدا، صارت قدامي اولمبياد البرازيل العام الماضي، اديداس وحكومه ما قبلوا يتعاملون ويا الاتحاد العراقي وبالعراق بصوره خاصه، طلبوا من عندنا هنا بين نتصل من الاخ وعد الصنع عند ساكر وورد، ودالهم يعني تقريبا نص مليون دولار بضاعه، ومراد يبيعوا لهم اديداس ولا باعوا لنا واحنا ودينا لهم. قلت لك يعني احنا ما عندنا معامل تنتج، احنا ناس نستورد. فلما يعني قاطعيها علاقتهم شوف يعني هسه انت عندك سوبر ماركت، ويجي واحد يوميا يجي يشتري من عندك كميه من البضائع، ويجي هشام حمص حلوايه لو شوكليته يريد يشتري وحده، الداري هذا لو الداري هذا، شكو جاي علينا زين. وبعدين ماكو امان بالعقود، ماكو امان امان بالعقود ماكو، يعني يسوون عقود وهناك والله ما عاد الدولة ما عادها فلوس. زين حتى مطلوبين فلوس لنا. ذكرت عن المنتخب العراقي، وطبعا الشهر القادم التصفيات راح تبدي مع المنتخب، شنو توقعاتك المنتخب بعد النتائج الغير جيدة اللي لعبها في اللعبات الماضية؟ شو تتوقع من المنتخب يوصل نتائج ايش راح تكون؟ ولو سؤال محرج. احنا ومع احترامي للستات، احنا نقول الديك من فضل امي معروف يعني. مو يا اخي احنا مو اقول لك كل هالمعوقات الموجوده ما تبشر بخير، والدليل على ذلك التصفيات الاوليه احنا ماخذين 3 نقاط فقط، 3 نقاط من 18 نقطه احنا ماخذين 3. زين اوكي مثل ما نقول راح نلعب ويا استراليا ونغلبها، صارت عندنا 6، وإذا غلبت استراليا وصعدت أقول واليابان صعدوا كذا، ذولاك يوصلون 16 ما أدري 17 وإحنا بعدنا بال6 نقاط. فواحد يش يقول أمر، نرجع نقول التفاؤل دائما مطلوب، وتفاؤلوا بالخير تجدوه، وتفاؤلوا بالشر أيضا هم تجدوه، فإحنا نتفائل بالخير. بس التفاؤل حسب ما شفناه بالدور الأول لا يمكن ان يعني يعطينا انطباع انه فريقنا. وبعدين فريقنا ما عنده فد مستوى ثابت، يعني مو تقول فالطالب شاطر بالصف من يجي الامتحان كله 8 اقول 90 100 90 100 90، ها ماكو ينزل لل60. احنا ما عندنا، نلعب ويا تايلاند نلعب ويا فيتنام، نوبه جت علينا زين نخسر ويا فيتنام. فاذا لعبنا ما بيستقرار. والدليل على ذلك انه المدربين ما يثبتون، اليوم هشام رسن خسر هذا، طلعوا له هشام جيبوا غيره. زين هذا صار له 6 شهور يدرب وما وصل، زين هذا هسه استلم هذا. فجماعه ما عندهم فكر يعني اطلاقا، يعني ما عندهم استراتيجيه بعيده المدى، يعني يفكر شلون يبني وشلون يسعى حتى يحصل، ما عندنا يعني. وهذا مو عيب يعني، احنا نحكي على نفسنا، يقول لك انسان ينتقد نفسه يعني هذا احسن شيء حتى يتعلم من عنده. يعني كابتن هشام طبعا
طبعا خلي نقتصر لقائنا هذا الرياضي، واكو اسئله هوايه لا باوع اياديهم، فتفضلوا اي واحد عنده اي سؤال للكابتن هشام عطى عجاب. تفضل استاذ. العفو. سريع استاذ. استاذ سريع. اي نعم. هو صحيح. اني اشكرك جزيل الشكر على مجيئك لهذه الجمعيه. وتخلينا نسمع ما هو حقيقه اللي قلت له اللي حكيته، مو بس بالرياضه، كل في كثير من المجالات كان ماكو يعني يفسحون مجال للتدريب او ما شابه. انا مدرس سابق ومدير ومعاون مدير مدرسه لمده 23 سنه، كنت ادرس ولد سبع وزراء، اعرف شكو يجري يوميا. ما فد يوم قالوا لنا تعالوا اكو تدريب تدربوا. اول ما جيت هنا الامريكا اي ستارتد اوفر، رحت الى وين ستيت وحصلت من اختصاص انجليزي الى اختصاص رياضيات، واخذ اثنين ماجستير. يوميا يقولوا لي اكو دوره، اكو دو... يابا اني اي 30 سنه نعم اكو دوره اروح اكو دوره اروح. كل خمس سنوات لازم نرجع وناخذ ثلاث كورسات. Continuous education. يا بلوش هاي 30 سنة أنا مدرس. قالوا يعني تتطور. ما سووا هيك شيء بالعراق أبدا، مو بس بالرياضة. قلت لك أنا مدرس إنجليزي هناك، ما قالوا لنا تعال فد يوم أنتوا تدربوا، طلعنا شيء جديد باللغة الإنجليزية، تعالوا شوفوا حتى تعلمون الطلاب أبدا. لا بالرياضة ولا بال تدريس ولا هذا. عزيز بس اجاوب الاستاذ. الله يخليك استاذ. انا مقدم طيار الدوله دزتني الى انجلترا اتدرب واجيب شهاده عليا اللي هي الاي ار اي انسترومنت ريتنج اكزامينر، يعني انا افحص طيارين. يابا انا مقدم بعد رجلي وصلت للقبر، يعني شنو دازيني لهذا؟ قال لا تروح. ورحت لانجلترا خمسة اشهر، اين رجعنا طلاب قاعدين بصف يدرسونا ويعلمونا وما شنو. رجعت والله راسي الكبرى. رجعنا ورا سنه روح لفرنسا ادخل دوره مال في في اي بي، ودخلتها للدوره امينا اربعة اشهر تقريبا ورجعنا. انا وراها تسع سنوات عشر سنوات، يعني انا امر قاعده جويه وهذا. يعني العلم ده يتقدم، بس احنا ده نركض لي ورا. هو العلم ده يتقدم لي قدام، احنا نرجع لي ورا. ما يعني هذا فد شيء يعني يبكي. يعني هسه انت يعني ما شاء الله العراقيين ما شاء الله هالشهادات العليا اللي عندهم وهالدراسه، والله من يروحون يعني يدرسون. يعني العفو. الله يخليك. الله يحفظك. الله يسلمك. الله يسلمك. كابتن عصام زكي. عصام زكي. دكتور عصام غنيم عن تعريف. كابتن منتخب العراق بالكرة الطائرة. من 85 دور العربية بالمغرب. اي نعم. قبلها قدنا منتخب العراق في نهائيات كأس العالم بالأرجنتين 82، وأنا حصلت على جائزة ولقب أحسن لاعب في كأس العالم. بارك الله فيك. عام 2000 انتخبت رياض القرن ولاعب القرن. أيام عدي أيام اللجنة الأولمبية. عام 2000. كرة الطائرة طبعا. حبيت أعرج كابتن على مرحلة توسطت هاي المرحلتين اللي تحدثت بها حضرتك. حضرتك وضعت النقاط على الحروف. المرحلة الأولى لما كنتوا حضراتكم قيادين اللجنة الأولمبية وإحنا رياضيين لاعبين بالمنتخب، ليش تأخرتوا في تثوير الرياضة الجماهيرية وما سوينا ملاعب وما سوينا؟ كنتوا حضراتكم خبراء انتوا بالرياضة. هذا واحد. اثنين، المرحلة اللي جتي ما بعد الحرب 2003، وهاي يمكن كلكم حسيتوا بالنكسة اللي حصلت باختطاف جميع أعضاء اللجنة الأولمبية وعلى رأسهم أحمد الحجي الله يرحمه وزميلي بالمنتخب عامر. أنا كنت رئيس اتحاد الطائرة 2004، وهو أمين عام لجنة أولمبية.
احنا جينا بالانتخاب طبعا. نعم نعم. اسسنا اول مكتبه بتاريخ الرياضيه العراقيه لاتحاد الطائره، وسوينا ملعبين للكره الشاطئيه بصف ملعب الشعبي، يمكن حضرتك شفتها ولا. واسسنا صاله للاجتماعات من جيبنا الخاص، ما حد طانا. هذا واحد. اثنين، قدنا فريق النساء الشاطئيه الى الجزائر وجبنا فضيه، فزنا على ايران. فريقنا الاولمبي تصفيات اثينا اليونان حقق قفزه كلش عاليه بكره القدم 2007. نعم. أنا كنت ضمن الوفد طبعا. نعم. أنا وعامر أحمد الحجية. بهاي الفترة الجوي قياديين ما نقول 100% فد 70% بالاتحادات، بس جاءت يهت الغدر وقسمتنا خطفتهم. اللي نجينا أنا حسين سعيد، ثريا نجم نشد زوج الدكتور خالد نشد. لا نشد نشد اخذوه احنا بس احنا سافرنا قبل يومين دبوه بال دبوه وش اسمه الدكتور فالح والدكتور فالح فرانسيس اخذوه ايضا من ضمن اللي اخذوهم بس احنا نجينا شلون تغيير سيطر على خطفوا جميع اعضاء اللي هم كانوا تلاميذكم احنا الجيل اللي جينا وراكم انتم كنتوا قيادين واحنا لاعبين بالمنتخب انا لعبت 15 سنه بالمنتخب طائره ويا كابتن عامر عزيز ايضا جبنا 4 ميداليات ذهبيه وفضيه للعراق 2000 مباراه دوليه لعبنا انترناشنال كوتش اني 87 ماخذ ستيج 2 التدريب الدولي 93 اني محاضر باتحاد دولي بالفيزا من جيت رأست الاتحاد مال طائره ثورت بس يد الاحزاب والغدر طالتنا خلوا لي سياره مفخخه باب البيت 1/1/2006 والله الحمد لله انت فهذه كابتن هذه مرحله يجب ان توثق بالتاريخ الرياضي العراقي ليش لانه انتم معظمكم كنتوا برا احنا بقينا حتى شويه نرفع اشرعه السفينه ترى انا بقيت ل 2006 اي كنا نصور انه انقلاب انقلاب عادي يعني وراء سنتين صحيح كذا وترجع الامور بعدين شفنا اخ جان عفوا بس اسمح لي فالاحزاب اللي جتي كابتن هي اللي قسمت ظهر البعير هذا هي اللي اخرت ما اكو خلاف اثنين يعني بين الاثنين انه مو بس انت ليش تحكي عن الرياضه مو قال الاستاذ قال هو كل المجالات اخروها يعني المستشفى هذا اتصور ما اكو خلاف اثنين يعني بين الاثنين انه مو بس انت ليش تحكي عن الرياضه مو قال الاستاذ قال هو كل المجالات اخروها يعني المستشفيات ما بيها يسوون عمليات تلبس الشف ماكو هذا يقول لك هذا يعني يجي انظف من هذا اغسله بالصابون ويجي لك يا هذا الدكتور فجهل جاهل يقود مرحلة وين يوصلك خلاص فهذا احنا اللي وصلنا به واللي الله سبحانه وتعالى كاتب علينا ان شاء الله مثل ما يقول شدة وان شاء الله الزول ان شاء الله بتساهل الله عيني استاذ مرة انت المحاضر مرة احنا المحاضرين الله يخليك الله يسلمك يعني كلت نبيك خلتني اجي واستمع أنا كوني خارج هذا الوسط ودا أستمع لما تفضلت به يعني فعلا شيء مؤسف يعني هاي حقيقة الحقيقة هي يعني البلدان تنعرف بثلاث أشياء أي بلد تنعرف بالرياضة تنعرف بالفن بالموسيقى وتنعرف بالعلم أنا خريج ميشيغان ستيت يونيفرسيتي مدينة إيست لانسينغ من جيت أنا للجامعة كانت هاي الجامعة رقم 11 بالعالم بمستواها بس من يعرفوها أستاذ مشان تعرف من يعرفوها يقولون هذه هي جامعة إيرفين جانسون اللي هسه هو ماجيك جانسون اللي يلعب سلة فالجامعة كانت تعرف برياضة يعني بالرياضة اللي كان موجود بالجامعة هذا الكتاب اللي صدر عن يعني عن مؤيد البدري أنا أعتبر إنه هاي يعني خطوة رائعة وممتازة وحبذا لو
لو تكرر بالنسبة للرواد الآخرين يعني يكتب يعني يكتب عنهم مثل ما توثق تاريخ مؤيد البدري يعني في هذا الكتاب لربما يعني موثق يعني بالكامل. شنو مطلوب من عندنا احنا هنا نقدر نقدمه حتى نساعد بهذا المضمار؟ دكتور عيني الآن اللاعبين اللي والله احنا نقول الله يعطيها الصحة والعافية ان شاء الله والجميع ان شاء الله الموجودين يعني ما متمرضين ولا انا متمرض. الباقيين يقعون واحد ورا الاخ، مثلا فلان لاعب منتخب العراق سواء كان سلة او طائرة او سباحة وكذا، يكتبون بالجريدة اتمنوا له الشفاء العاجل وما ادري شنو كذا، واحنا كلتنا الرحمة يا ربي ويا الله ويا محمد يا عيسى كلها نكتب ورا، ونطالب وزير الشباب ونطالب التجار ونطالب الكذا بلشي يرصدوا له فد مبلغ يروح يتعالج ورا اسبوع ألف رحمة على روح انتقل إلى رحمة الله تعالى، هو نفسه اللي ترحمنا نسوي له. فالقصة أنه هي قصة الرياضة الآن ماكو رعاية للناس اللي أدوا واللي أطوا واللي يعني مؤيد البدري يعني أطى من وقته ومن وقت عائلته ومن وقت بيته يعني من هو يعني هذا أطال البلد رائد ما يطوه يعني هذا لو تحكيه حتى من وزير الشباب أنا شفته بالسعودية رأناي مال بطولة أمم أقول شو اسمه دورة يسموه الخليج، قلت له يعني يصير مؤيد هذا ما يتكرم شلون يصير؟ لا وشامته ما عليك أنا أسوي كله لا عنده يعني مو بس هو أستاذي هو يعني إحنا ما نريد نحكي بالان هذا راح نتفرع ونروح على فد مواضيع يعني إحنا ماذا إحنا نحكي عام الآن اللي يدير البلد ناس غير يعني متمكنين أن يديرون البلد بالشكل اللي يوصل هالسفينة لشاطئ السلام ما عندنا يعني هسه ما يقبلون مثلا حضرتك تروح أو الدكتور يروح وكذا يقول لك أنا شنو أخلي فلان يجي أول ما يجي خلى لك طلقة بشيس وذبلك يا أي شيء كذا ما يريدون ناس مثقفين يقول لك هذا بس يجي يداوم بالدائرة زين يأخذ المنصباني ويطلعوني فشون يجي وبعدين يعني أكيد سامعين يعني شفتوا الأرقام اللي كل واحد عنده ما شاء الله بالمليارات وما شنو أقول له واحد يضحك وياي أقول له ما تقول لي هذا منين جمعها؟ قال لي من يوميته مشان يجمع يوميته فصار عنده 66 مليار. فهذه المسألة يعني دكتور يعني عامة وليس على بس هذا أبدا. إذا أقول لك إذا تروح أنت وأتمنى أنه يصير ذاك اليوم أو الوقت اللي نرجع لبلدنا ونخدمه. ترى إحنا إيش قد ما نقدم للبلد ترى إحنا نبقى مقصرين باتجاهه لأن البلد مدينين إحنا إلى يعني أبد البلد ماكو أعظم من عنده وخاصة ما يدجلة والفرات يعني الشرب منه لازم يرجع له. حضرتك ككابتن قدير وشكر أيضا وثناء إلى المحاور المبدع نظير لأن شينا إحنا المقترح بسيط وهو الرواد أو جنابك أنت هلا موجود ممكن أن تسوي فد كتاب صغير عن اللاعب المثالي اللاعب الناجح لأن أنت اشتغلت كلاعب في وسط الرياضة كلاعب وكإداري وكاتحاد وعندك خبرة وإحنا العراقيين كنا إحنا نعرف ونتمنى أن نكون ونبتدي بمجهودك. الكتاب البسيط هذا انت راح تخلي هسه في نقابة المحامين عندنا احنا ايضا كيف تكون محامي ناجح راح نعطي نقاط القدامى يعطون للجدد لان هذا من يوقف امام المحكمة ورئيس محكمة كذا قبل ما ان يحال الى التقاعد شنو راح يكون وضعك انت كمحامي قبل سد القانون او قبل التقاعد. جنابك انت هلا مليء بكل الأفكار
رياضية كلا إدارية وفن قيادة وفن إدارة. ممكن نسوي كتاب بسيط وهذا الكتاب يبقى ويعمم، واللي يقرأ خلي يقرأ، يعتبر شلون راتيته مع الطبيب، اللي يقرأ خلي يقرأ ويستفاد من عنده، واللي ما يقرأ هذا هو ذنبه. فهاي يمكن أنت راح تخلي نقاط على الحروف أكثر. أريد منك أن تكتب لنا فد موضوع، فكتبت لهم 22 صفحة الأمن الرياضي وهذا إلى آخر شيء اللي سووا التنظيم راح يصير بقطر، ويصير الأمن شوني هذا وشون الملاعب. أنت تدري الملعب يجب أن من يقول 45 لازم بيه 6 منافذ، لا من يقول لك 60 لازم بيه 8 هذا، يقول لك إن كيس إذا لا سمح الله صار فد حالة حتى يعرفون خلال 5 دقائق ماكزيمم أنه يطلعون كلهم الملعب. فإحنا المكان اللي ينزعون به اللاعبين والحمامات اللي يغسلون كذا، جاء هذا أبو الاتحاد الدولي كان يقول لي شقد هذا، قلت له والله يمكن 70 لو 80 لو 75 متر مربع هذا السبيس مال شو يسموه المنزع أو الغرفة هذا. قال لي يابا قال لي غرفة الجسم هذا اتحاد كأس العالم صار 140، انت وين وعرب وين طنبورة وين؟ فقال ايشي احنا استاذي العزيز كتبت لهم النظام شون يسوون الشرطة، شون يسوون المدخل الدخول الى بطايق، ترقيم الكراسي حتى من يجي اني او رحت 66 سويت عملية مال رجلي مسألني هاي السؤال امزين يعني رحت لندن سويت العملية الملحق الجوي. قال لي وشام هاك هاي بطاقة أخذت لك إياها بتشيلسي هذا الكرسي تروح ما تروح كذا يبقى فارغ لك. قلت له شو قال لي إيه هذا أنا دفعت مال سنة وهذا الكرسي تروح ما تروح فارغ. يعني احنا وين عرب يعني هذا تجي راسا يقول لك دقيقه يا هسه قاعد دخل يجي وانا اقوم وما ادري شنو يعني هذا احنا ما عندنا يعني ما عندنا يمكن اظلم نفسي واظلم العراقيين كلهم يا اخي قليل من عندنا يقرون ما يقرون. سويت لهم 22 واحد كيف تحافظ على النظام هسه دا يروحون راح حسين سعيد وراح وزير الشباب وراح كاكا عبد الخالق وراح والله شنو دا يروحون الاتحاد الدولي يرفعون الحظر عن العراق زين على العين وعلى راسي اوكي. بس انت شنو هذول عبالهم الوزير بالعراق عبالهم وزير بالاتحاد الدولي عانى ما يقرونه اذا يعني ما يقرونه. بس او قلت لهم قالوا لي انت تعال ويانا نروح هناك لان يعرفوك وانا سبق رفعت الحظر من الاتحاد الاسيوي يوم اللي بالحرب العراقيه الايرانيه سوى رحتنا وسويناها. قلت له اخي هم يريدون هسه البارحه يمكن سمعتوا يعني الله ان شاء الله يدفع كل البلاء هذا عن بلدنا البارحه انفجارين بالبياع وبالخالديه ما ادري وين شو اسمه بالحبيبية العفو يعني زين هذا ما أدري يمكن الأستاذ قال الأمن هو هذا يعني شيء شو نقول بيها يعني واجب أنه الأمن يعني أنا ما أدس الفريق أدس فريق مثلا التايلندي أو أدس الفريق الأسترالي يلعب بالعراق وانفجار هو جاي وقبوة الانفجار وقتل. يقول لك أنا ما أدزه ليش أدزه أنت أطلع بلدك مو آمن. بس جماعتنا ما يفكرون هذا وتدفعهم العاطفة إحنا لازم نروح ولازم هذا روح حسين سعيد يعرفك فلان وروح أنت وزير هذا أنا ما يشترون الوزير ماكو سمرانش كان رئيس اللجنة الأولمبية يجي بطيارة VVIP ما قبل إلا قابل صدام حسين يوم جاء للعراق طلع من صدام أخذ عدي راح غداه وأنا يوم شيخ فهد وكريم الملا أكلنا بيت الرئيس.
هذول جماعة ما حتى ما يعرفون، مو ما يعرفون يعني قيمة نفسهم، لكن أيضا ما يعرفون قيمة الآخرين، شلون يحشون وياهم؟ يعني هذه بلاء، يعني مو تقول يعني مشكلة ولا الأمن، والله شنو ليش مو ذا صارت ببلجيك ذاك اليوم انفجار يا با، هاي وين هاي صارت واحدة بالسنة مرة مرتين، مو عبالك دي يلعبون ويانا بوتاز بوتاز يوميا مطقطقين علينا طيق طيق طيق، هذا زين يعني هذا وين الجمهور؟ ذاك اليوم أنا قلت لهم سووا فد رسالة للجمهور، ترى ما حد سبب أنه العراق يظل يعني ما يرفعون عنا الحبر هو الجمهور. الجمهور ناس مثقفين، يجب أن يقعد محترم نفسه، يحترم الحكم، يحترم اللاعبين، يحترم كل القيم اللي موجودة. أنا مو أعيط حشاكم أسوي في الديرتي وورد، يعني مثلاً أقوم في أشياء أسويها، والله هذا الجمهور الآن ده الجمهور تخلص المباراة يلحقوا الحكم يريد يقتلوه، شنو هذا؟ زين جايبين شرطة، جايبين شرطة، جايبين شرطة بكربلاء، جابوا شرطة، زين قتلوا المدرب، قتلوه خلاص يعني، نعم قتلوه يا بليش؟ قال لهم الله يخليكم شوي وقفوا الباب حتى اللاعبين ندخلهم للمنزع حتى ينزعون، امشي كذا هيجي وقع وين ميوجعك كسروا ضلوعه وماذا واحد ضربوه براسه واحدة بها مات. هذا زين، هذا من يسمع الاتحاد الدولي احنا دا نسوي هيجي يلمن العيون وشامعة طعجاج يجيله اذا ما يلقي 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 فد اشياء ثابتة ومبررات حتى يرفع الشعار. هشام عطعجاج ليس كلاعب، وإنما هشام عطعجاج قائد، قائد جوي أيضا. يمكن الأستاذ نظير نسى بالبداية نقدمه، الأستاذ هشام هو لواء طيار في الجيش العراقي، وكان آمر قاعدة عسكرية، وكان طيار ناجح ومتميز في الجو أيضا كما في الأرض، وكان طيار للعائلة الشهيدة. لا لا، فباسمكم وباسم جمعية المقيمين العراقيين تتقدم الندى الروسية بتقديم هدية لجنة المرأة في جمعية المقيمين للكابتن هشام عطعجاج. إذا أريد أحتفظ بها راح أصير مرتين عليه الواجب أحتفظ بها، لأن سيدة قدمت لي. التذكارية للكابتن هشام عطعجاج يقدمها الأستاذ فلاح زكي أمين سر الجمعية. بس هاي راح تطلعوني أنا جاد أخذ هدايا. أنت بالقلب كابتن. شكرا الله. مو هواية هاي هواية. والله لا مو هواية، بس يعني قصدي أنا واجب يعني أجي أحكي خواته. لا أخذها وطني إياها برا. تستاهل تستاهل تستاهل. الله يخليك. الله يخليك. عندنا هدية أيضا للكابتن المتميز.